دكتور احمد مصطفى، اهلا وسهلا بيك معنا. اهلا بيك استاذ اسلام. اهلا بحضرتك. مستشفى طلبه الجامعه، من اين الى اين؟ من حال متوسط، حال محتاج تطوير كتير، طورت بشكل جيد، ما زال المنظور وما زالت الافكار وما زالت الاطروحات كتيره جدا نتطور الى احسن واحسن. في اعتقادي ان شاء الله قريبا خلال سنه تبقى احسن مستشفى في اسكندريه. انتوا بتخدموا كم قطاع في اسكندريه؟ سؤال ذكي قوي. المستشفى الحقيقه اعتبرها ثلاث مستشفيات مش مستشفى واحده. بمعنى احنا عندنا ثلاثه عميل. العميل الاول صاحب الحق الاول هو طالب الجامعه. طالب او طالبه جامعه سواء في السنين النظاميه او البوست جرادويت اللي هم السنين ما بعد البكالوريوس او الليسانس. وبرده كل واحد منهم ليه لائحه معينه. بعد كده بنخدم قطاع الساده الموظفين واعضاء هيئه التدريس. دول برده لهم خدمه باليه تعاقد معينه ما بين المستشفى وما بين حاجه اسمها جمعيه التامين العلاجي والهيئه العامه للتامين الصحي. القطاع الثالث اللي بنخدمه بعض قطاعات المرضى في اسكندريه من خلال تعاقدات مع بعض الجهات ومن خلال المريض اللي هو ممكن يلجا لنا لو متوفر عندنا الخدمه ولو المكان متاح. بمعنى ان الطلبه والموظفين واعضاء التدريس هم لهم الطلب الاعلى. متوفر مكان، متوفر خدمه لقطاعات المجتمع السكندري، على طول بنقبل طبعا اي مريض. باجر الرمزي طبعا يعني يقل عن بيمثل 20-30% من المستشفيات الخاصه. يعني معنى كده ان سعر الخدمه بس. اللي انا اقدر افهمه من كلام حضرتك ان اي واحد تعب في الشارع يقدر يخش هنا هوت عياده خارجيه او يقدر يخش حاجه في المستشفى ان توفر المكان. الجمله اللي حضرتك قلتها دي نفتتها شويه، نفكها من بعض شويه. اي حاله طوارئ حسب قرار السيد معالي السيد رئيس مجلس الوزراء ان اي حاله طوارئ حدثت في الشارع وواحد لجا لنا بنتعامل معاه على طول، خدمه طوارئ. لغايه ما الحاله تكون مستقره. بعد ما الحاله تستقر ممكن يحول الى مستشفى التامين بتاعه او مستشفى اللي هو بيخدمه من خلال قطاع عمله او مستشفى اللي هو يحب يروحها كحادث طريق مثلا، كواحد عنده ارتجاج في المخ، لازم نتعامل معاه على طول ونديله حقه في الخدمه. بعد ما حالته تستقر عايز يكمل عندنا يكمل، اهلا بيه وسهلا. ادي قطاع. القطاع الثاني لو حاله مثلا محتاج يعمل عمليه، واحد عنده مرض بطنه، سكر، ضغط او ما شابه. واحد عنده اي مرض عضوي يبص عليه، يتبص عليه في العياده الخارجيه او في الطوارئ يستاهل دخول وهو يحب يدخل، اهلا بيه. تمام. طيب لو اتكلمنا عن مستشفى طلبه الجامعه بالارقام تقول ايه؟ طلبه الجامعه منشاه من سنه 64 حسب قرار الجمهوري، هي مستشفى حكومي جامعي تخضع للاشراف المباشر للسيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب. طلبة الجامعة بنتكلم في تقريبا 200 سرير، بنتكلم في 10 سراير عناية مركزة، 8 سراير عناية جراحية، بتكلم في حوالي 20 وحدة غسيل كلوي، بنتكلم في 9 غرف عمليات، عمليات متخصصة متدرجة من عمليات بسيطة إلى عمليات مركبة، بتكلم في تقريبا من 100 ل 150 حالة طوارئ كل يوم. لا بتكلم طبعا في أرقام كبيرة. طيب انا الاسبوع اللي فات كنت مع في المدينه الجامعيه مع الموظفين هناك، طرحوا مشكله كبيره بتواجههم. الطلبه اللي بتجي لهم حالات الامرجنسي، حالات طوارئ بالليل، عربيه الاسعاف بتطلع بيهم وبيطلع معاهم مشرف من المدينه لهنا. طيب الحاله دي لما بتبقى محتاجه بتحتاج جراحه الموظفين او دكاتره الطوارئ عند حضرتك بيجبروهم ان هم يمضوا على اقرارات بدل ولي الامر. طيب الموظف صفته ايه؟ هو مش ولي امر. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا مضيت بدل بدل ولي امر طالب، جاء ولي الامر بعد كده قال انا ما كنتش عايز اعمل لابني العمليه عندكم. طب انا ذنبي ايه؟ ما يعني سؤال برضه جميل ما شاء الله، في فكر عالي قوي. تعال نرجع الموضوع من الاول تاني خالص. سعادتك المدن الجامعيه بالذات مرغم، سعادتك تعلم انها بعيده عن نص البلد، كان في كذا مشكله بخصوصهم، ان الطلبه اللي بيتعبوا بالليل بيتعبوا بعد الظهر، بالنهار موجودين كده كده في المجمع الطبي بتاعهم. فالطلبه دي لما بتتعب الحقيقه كان في معاناه، كنا بنخصص عربيه من عربيات الاسعاف بتاعت المستشفى المتواجده هناك
وده بيمثل عبء شديد على احتياجات المستشفى، لكن الحقيقه بتنسيق عالي جدا من قيادات الجامعه بتاعتنا، السيد رئيس الجامعه والسيد نائب رئيس الجامعه شؤون التعليم والطلاب، بالتنسيق مع مرفق الاسعاف، وبتعتقد الموضوع ده اتعمل على مستوى المجلس الاعلى للجامعات، ان في تنسيق مع مرفق الاسعاف، ان في عربيات اسعاف متواجده في اماكن تجمع الطلبات الطلبه والطالبات اللي هي بخصوص المدينه الجامعيه، وبالتالي بقى في عربيه متوفره. كان الاول حقيقه كان في معاناه شديده ان العربيه تطلع من هنا حوالي مثلا 25 26 كيلو تروح هناك وتجيب الطلبه، وساعتك عارف الطرق والمحاور، ادي مشكله. فاصبحت الخدمه متوفره الى حد ما، في طبيب مقيم هناك بيبص على الحاله ويكشف عليها، محتاج علاج بيصرف علاج في حدود المتاح عنده من الادويه. الموضوع اكبر من قدراته، الموضوع عايز تخصصات معينه، الطالب بيجي عندنا في المستشفى. الطالب كان احنا بنتكلم على قانون الطب الشرعي، قانون الطب الشرعي الطالب عنده 21 سنه من حقه ان ياخد الاختيار. ايوه انا عندي زايده ملتهبه، عندي مراره ملتهبه، الدكاتره اشاروا ان هو محتاج عمليه جراحيه، يبقى يتعمل له عمليه جراحيه. الطالب اقل من 21 سنه لازم ولي امره هو اللي يجي يمجع لاجراء جراحه. الدكاتره بيقولوا والله إذا انت عندك كذا، عملنا ابحاثات كذا، عملنا اشعه، عملنا تحليل، انت حالتك محتاجه استئصال زايده، او لا قدر الله محتاجه باتري مثلا في حادث او حاجه، شيء من هذا القبيل، اللي هي الجراحات ايا كان الجراحه، لازم موافقه ولي الامر. ولي الامر غير متاح. والعمليه امرجنسي طوارئ، بمعنى ان لو اخرت العمليه ساعه يبقى في خطوره على حياه البني ادم ده، اخرتها ساعتين الخطوره اشد، ويعلم بالحل اللي ممكن يحصل. والله هنا المدينه الجامعيه هي بتحل محل ولي الامر في متابعه الطالب. الطالب في بيته مع اهله وزويه، ابوه يقدر يحاسبه انت جيت متاخر ما جيتش متاخر، انت رحت فين جيت منين. الطالب لما اهله ووالده ووالدته يسيبوه في المدينه الجامعيه، اصبح ولي الامر هنا في متابعه الطالب هو المدينه الجامعيه، وعلى المدينه الجامعيه بتبلغ اولياء الامور في حاله الاعوجاج عن اي طريق سوي. من الناحيه الطبيه المفروض ان انا لازم حد يمجي طالما الطالب اقل من 21 سنه، يقول لي ايه من اجراء ما يعملش اجراء. فرضا وحصلت كتير، السادة بتوع المدينة الجامعية، السادة اللي هم الموظفين، قال لك وانا مالي وتحمل الاجراء ده ليه، ممكن الاب يعاتبني. والله عندنا حلول بديلة. ايه الحل البديل؟ لجنة من ثلاث اطباء، لجنة متخصصة في نفس المجال الجراحة او نفس الاجراء الطبي، اثنين ومعهم رئيس، اثنين ومعهم واحد اكبر منهم، بيمضوا على ان الحالة دي حالة مستعجلة ولا تتحمل التأجيل لغاية وصول ولي الامر او لما يتم التواصل لولي الامر، ويتعمل الاجراء الجراحي. وده من ناحية الطب الشرعي وقوانين البلد 100% مظبوط. طيب ممكن بعد اذن حضرتك نلف لفه بقى في المستشفى ونتعرف على اقسامها والمعاملين فيها والدكاتره اهلا بيكم طبعا، تنور ربنا يكرمك. خير، اتعرف على حضرتك. ماجده فايزه الابراشي، حرم الدكتور سامي علواني استاذ انفه اذن وحنجره. والدي الدكتور فايزه الابراشي كان من اللي انشاوا المستشفى الحقيقه، وهو قال لي اي يوم اتعب فيه لازم اجي مستشفى الطلبه. ممتازه حقيقي، ممتازه، خدمه ونظافه وعنايه مركزه كويسه جدا جدا، يعني الحاجه بتتعمل الحاجه قبل ما اطلبها. بقالكوا قد ايه ان هو بقى لنا هنا فوق الشهر ونص. في شهر ونص، وانا رفضت ان ابويا يتنقل اي حته تانية، لان لاقي كل العنايه وكلهم زي اسره واحده الحقيقه. الدكاتره مش سايبيننا، واقفين معانا في كل نقطه، في كل حاجه، ادويه، كل حاجه، كل حاجه الحقيقه. لا خلي احنا هنا هيتكلم معانا، احنا عند الكوريدور، احنا كريم التمريض هنا معاك، وراح اسيبك عرفتك انت والاستاذه اللي اطول مننا كلنا. Thank you.
ده جهاز كوبس شركة روش، تحليلات هرمونات الدم، دلالات الأورام، تحليلات خاصة بالقلب وبالكلى. ده تبع شركة روش عالمية طبعا، وأحدث الأجهزة موجودة. بيطلع التحليل في خلال أقل من نص ساعة، تلت ساعة بيكون التحليل جاهز. أكبر المستشفيات عالميا هي بتستعمل الأجهزة دي، والحمد لله رب العالمين قدرنا نوفرها يعني بسهولة، وبنخدم العيانين يعني الخدمة اللي ربنا بيقدرنا عليها يعني الحمد لله. طيب الماتيريال اللي بتعمل بيها التحاليل يعني هي دي بقى المشكلة، ان الشركات مش بتقدر توفرها لنا بالسرعة اللي احنا كنا المفروض متفقين عليها يعني، وده بسبب حاجة خارجة عن ارادتنا يعني. الوكيل كان الاول من 3 سنين شخص، ودلوقتي الوكالة اتغيرت بقت لشخص تاني. فطبعا في عقد في الجامعة، لان احنا واخدين الاجهزة ببلاش على ان هم يوردوا لنا الكيماويات بتاع تشغيل الجهاز في وقت معين. فطبعا كان ترتب على تغيير الوكالة مشكلة في العقد يعني. العقد في الشؤون القانونية قالوا مش سهل ان هو يتغير من شركة لشركة، لازم يبقى هما بيبعتوا بقى شوية وشوية. لأ، فدي من الحاجات الاعاقات اللي بتقابلنا يعني، بس ربنا يسهل يعني ان شاء الله. ده اوتو انالايزر، تحليل اوتوماتيكي، تحليل كيمياء الدم، نفس الشركة روش عالمية. وبرضو بنقدر، وفي حاجة اسمها ستات، عيان دخل طوارئ، دخل عناية، بنقدر نعمله تحليله في خلال ربع ساعة، بتطلع النتيجة وبيساع 100 عينة في الساعة. فطبعا ده من الحاجات برضو الحمد لله ان قدرنا نوفرها في المستشفى. و طيب انا عايز اسأل حضرتك سؤال، انتوا بتعملوا كافة انواع التحاليل الطبية، ولا انتوا عندكم انواع معينة والانواع التانية؟ بص حضرتك، يعني كل حاجة بنعملها ونقدر نعملها، الأجهزة تقدر تعملها، لكن في مثلا علبة كيماويات خاصة بتحليل معين ما بيجي لناش الريت، العلبة دي لازم تستخدم مثلا في خلال شهرين، ما بيجي لناش ريت عيانين في خلال الشهرين دي العلبة تخلص، فيقف علينا التحليل غالي يعني. مثلا بدل ما هو في مستشفى تانية بيخلص العلبة، التحليل يتكلف 30 جنيه مثلا في للشخص، يتكلف 300 جنيه. فطبعا انا ما اقدرش اجيبه، حرام. لما يتحول هيبقى ارخص لي. لما تبقى حاجة زي الميري مثلا كبيرة، الريت عندها كبير جدا، بتخلص العلبة دي في اسبوع، انا ما اقدرش اخليها عندي 6 شهور مثلا تبوظ، واخد بال حضرتك؟ ففي تحاليل كتير ما بنجيبهاش للسبب ده، لان هي اقتصاديا هيبقى حرام عليا. انما انتوا مجهزين ان انتوا تقدروا تعملوا؟ طبعا موجوده يعني، مثلا دلالات الاورام كلها تقدر نعملها، كلها نقدر نعملها بالظبط كده. وفعلا احنا جبنا وجربنا نوع معين من دلالات الاورام، لكن العلبه باظت مثلا بعد 15 عيان 20 عيان، وهي العلبه تعمل 100. فطبعا لما تتحول يبقى اوفر، وبعدين بتتحول لحاجات جماعيه نفسنا يعني. احنا بلد طبعا بلد لها ظروف ماديه خاصه، واحنا بنعتمد على ميزانيه الدوله في كل مشترياتنا. الكلمه بتتكلم فيها الدكتوره اميمه مديره المعمل، بتقول ايه المفروض علبه كيماويات التحليل ده عشان استخدمها صح محتاج 100 عينه في فتره زمنيه معينه، وطالما اتفتحت لازم تتقفل في فتره يعني تخلص في فتره زمنيه معينه. اكسبايرد ديت للعلبه. طالما اتفتحت لها تايم فاكتور، استخدم الماده الكيماويه دي في التايم ده. هي ممكن تكون الفاليديتي بتاعتها لسه قدامها سنتين، لكن طالما اتفتحت لازم تخلص خلال اسبوعين او خلال شهر. لو ما كانش معاك 100 عينه تستعمل، الجزء اللي انت استعملته صالح، الجزء ما استعملتوش يترمى، ما يستخدمش خلاص. طالما فتحتها مثلا خلال شهر، بعد الشهر ما ينفعش تستخدمها، تحيل تطلع بايظه على طول. طيب معنى ايه الكلام ده؟ مش مثلا عبوات احجام؟ لا 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 لا، الحته دي احنا بنتغلب عليها في سياسه المستشفى المستقبليه ان شاء الله، ومستقبل القريب مش البعيد، ان احنا بنكمل دلوقتي اجهزتنا كلنا، اجهزه المعمل، اجهزه الاشعه بتكمل، وهنفتح بشكل قوي جدا الجزء الخارجي.
اللي هو جزء التعامل بقى مع المواطن السكندري، وهننزل باسعار قليله جدا بالنسبه للسوق. في الحاله دي طبعا مش هيبقى عندنا 100 عينه، هيبقى عندنا 200 و300، لان احنا هننزل باسعار قليله جدا. وبرضك العملاء بتوعنا هو العملاء اللي حوالينا، مثلا اهل موظفين الجامعه، اهل اعضاء تدريس الجامعه، بدل ما نعمل التحليل بره واحنا عياداتنا وشغلنا، كل الناس ممكن تتوجه هنا، لان قوه المعمل ودلالات قراءه المعمل صحيحه 100%، فبالتالي اقدر اشغل معمل وهيبقى فيه اكيد عائد يخدمني في قطاع الطلب. طب انا عندي سؤالين بخصوص المعمل. الاجهزه دي انتوا اللي بتعملوا لها الكالبريشن بتاعها ولا المعايره بتاعتها ولا بيبقى شركات خارجيه؟ لا اتنين. طبعا احنا اثنين حاجتين، احنا كناس وعندنا ناس متخصصين جدا فنيين معمل ودكاتره على اعلى مستوى في القطاعين، بيعملوا الكالبريشن بالاجهزه بتاعتهم، والشركه بتيجي تعمل كالبريشن بزيارات متفق عليها حسب العقد، مره كل شهر او مره كل شهرين. كل يوم حضرتك بنعمل كنترول، حاجه اسمها كواليتي كنترول، ده لازم كل يوم نعمله، ما نقدرش نشتغل وندخل العينات قبل ما ندخل العينات الصبح، لازم نعمل عليها، لازم نعمل كنترول. طيب نرجع تاني لموضوع العينات والتحاليل اللي مش افيلبل عندكم بسبب المواد الكيميكالز الفايده، الحالات دي بتعملوا فيها ايه؟ عندك حاجتين، عندك سياستين. السياسه الاولى انت اوريدي عندك حاجه اسمها استمراريه الخدمه. يعني ايه؟ سعادتك الحاجه عندك بتقدمها، الحاجه مش عندك نتيجه اي عنصر على طول. انت زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المقابله الاولى ان احنا عندنا 3 عميل الطلبه، احنا متعاقدين مع كل المستشفيات الجامعيه بطبيعه الحال، الخدمه مش متوفره عندنا، بنسحب العينه من المريض ونبعتها للمستشفيات الجامعيه يعملوها لنا على طول. الخدمه مش متوفره في المستشفيات الجامعيه، معهد البحوث الطبيه مش متوفره، معهد البحوث الطبيه بنعملها في معامل خاصه على حسابنا، على حساب، لكن في النهايه المريض ياخد حقه. انما ما العميل الاول ما بتبعتش المريض هو يتعامل مع، يعني ما تديلوش جواب مثلا. لو مريض محجوز في المستشفى انا اللي باخد العينه، وانا اللي ببعتها. لو مريض جاي اوت بيشنت، مريض من الخارج، يعني مريض على رجله جاي من بيته يعمل تحليل، لا بديله استماره واروح يعملها. في فرق، واحد معجوز في المستشفى لا انا بقوم بكامل الخدمه، هو ما يتحركش من سريره، ما يتحركش من مستشفيته. لكن مريض مش محجوز، انا في عياده التامين مثلا او عياده الطلبه بكشف عليه وبعمل له تحاليل، والله المتاح متاح والغير متاح بحوله باستمرار للمستشفيات الجامعيه. طيب المريض الخارجي او الاوت بيشن بتدي له استماره بيطلع يعملها باجر، بيدفع فلوس للمعمل ولا المعمل بيحسب؟ لا لا لا، التحويله دي شيك، التحويله دي بالنسبه لي شيك، بديله شيك مامجي يروح يعمل التحليل بدون اي فلوس. المؤسسه بقى اللي ببعته فيها المستشفيات الرئيس الجامعي ومعهد البحوث معمل كذا، هي هو اللي بيجيب لي الاستمارة دي في نهايه الشهر احاسبه عليها. دكتوره امي معرفين احنا فين؟ احنا في حجره سحب العينات. طبعا دلوقتي كل الانابيب اللي بتستخدم لعينات الدم كلها ديسبوزابل، بتترمى على طول بعد ما بنشتغل. كل انبوبه بيبقى ليها لون، اللون الاخضر مثلا لصوره الدم الكامله، الازرق لتحليلات السيوله بروسترومبين، الاحمر لكيمياء الدم والهرمونات والحاجات دي. زمان طبعا كان الازاز وبيتغسل، طبعا ده بيبقى عرضه لنقل العدوى والعمال، دلوقتي كله بيترمى مفيش حاجه. عوامل الامان يعني بنحاول نوفرها للعمال وللعاملين في كل المعمل علشان سلامتهم. يعني احنا في قسم الاشعه، احنا في قسم الاشعه السينيه، الاشعه دي اكس راي على جهاز تحميل سي ار. دلوقتي الحاله احنا صورناها جوه والطبيعات هنحمطها على الجهاز، الكاس اتعرفناه وبعد كده دخلنا هنا التعليق وبعد كده هنطبع الحاله. دي خطوات الطباعه، طبعا ندخل بيانات الحاله وبعد كده خطوات الطباعه المعهوده. انت شغال على الجهاز بقالك قد ايه؟ احنا هنا بقى لنا حوالي 9 شهور. طب ما تفرجني، طب انت بتعمل الاجراءات بتاعتك ازاي؟ يعني من اول الحاله تخش على السرير جوه لحد ما تصورها. طب حضرتك تحب جوه هنا هناك ولا هنا؟ هي الحاله احنا هنا الكاسيت بيجي متصور من جوه، بيجي لك من جوه متصور. يعني انت مش انت اللي بتدي اوردر من هنا تصوير؟ لا لا، هي هناك التحكم كنترول هناك موجوده جوه في المكان. هنا الجهاز الكاسيت بيجي متصور، بندخله على الجهاز بيتعرف، بعد كده ندخله هنا يقرا والحاله تنطبع. يعني زي مثلا كده في الحياه الطبيعيه زي الميموري، بتقرا من الكمبيوتر، بتركبها من الكمبيوتر تقرا وتاخد الداتا اللي عليها وتطبعها كصور. بالظبط، صح كده؟ وممكن تبقى او تطبع وات ايفر يعني. تمام. طيب انت بتعمل كام حاله في اليوم؟ يعني حسب رينج، حسب ضغط الحالات، ما هو ساعات ايام كده وساعات ايام كده، بس في المتوسط ممكن نوصل ل يعني 30 35 حاله كده، يعني في الحدود دي.
انت في الورديه الواحده ولا انت شغال طول النهار؟ لا طول النهار. اه الضغط يبقى كويس الصبح، بعد الظهر مثلا في العشيات او السهر يبقى الضغط قليل شويه. آه. اكيد طبعا حسب الرينج بتاع الشغل. شكرا. دكتوره نهى. ايوه. ايه الجهاز ده؟ ده جهاز ايكوكارديوجرام، بيصور القلب عن طريق الالتراساوند ويفز. ده يعني ممكن بس بسط لنا المعلومه عشان اشعه موجات فوق صوتيه بتصور القلب. جهاز ايكو يعني. اه طب ده بيظهر مثلا جلطات القلب؟ بيظهر؟ لا ده بيظهر عضله القلب. عضله القلب بيظهر العضله بتاعت القلب اكتر، العضله والصمامات والحركه بتاعت القلب، لكن ما بيشوفش الشرايين. اه يعني كفاءه العضله جزء منه. اه جزء منه. تمام. كم حاله تقريبا بتعمل لها ايكو في اليوم؟ لا حسب الحجز هنا في المتوسط اربعه. اربعه في اليوم. تمام. وفي في امرجنسي بالليل ولا هو بس بيبقى بالحجز؟ قد يكون. ممكن بس يبقى على يعني لو في حاله مثلا مستعجله ممكن نجيب حد بيطلع الجهاز. شكرا دكتور احمد. احنا فين هنا؟ احنا هنا في غرف القلب تخصصيه قدام دلوقتي جهاز ستريس تيست اللي هو اسمه رسم قلب المجهود، الاجهزه الجديده بجانب الجهاز اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي. بدك حاجات كويسه جدا في المستشفى، جبت تقريبا ب 200,000 جهاز حديث كفاءته عاليه جدا، والسنسيتيفيتي بتاعته والريزوليوشن بتاعه حساسيه الجهاز وكفاءته عاليه جدا زي جهاز الايكو برضه. الدكتور نوع عشان حديث العهد لسه بالتخصص فكان ما قدرش اقول الجمله دي، لكن كفاءته عاليه جدا جدا جدا. تمام. تعرف على حضرتك؟ الهام حجازي، مشرفه تمريض رئيسه الدور الخامس. تقدر تشرح لنا احنا فين دلوقتي؟ احنا في اوضه من اوض الدور. الدور هنا بياخد حالات طالبات وحالات تامين موظفين الجامعه. كم حاله تقريبا بتجيلك في السنه؟ في السنه او في الشهر او هو الدور على طول يعني اقل وضع فيه في اليوم بيبقى بال10 او ال11 حاله، واكتر حاجه بنوصل لها 18 حاله في اليوم. في الدخول في الدور هنا بس؟ اه هنا. اه ما انا بقول له الدور هنا. تمام. طيب اصعب حاله قابلتك ايه؟ هو مش حاله واحده الحقيقه، في حالات كتيره صعبه. يعني عندنا حالات الطالبات، حالات الكانسر. تمام. وبيبقى عندنا حالات الهيباتك، حالات الكبد، حالات التامين عموما معظمها حالات هيباتك، حالات صدريه. اي صدريه اقل حاجه، هي حالات الانكولوجي اصعب حاله. كنت شغاله فيها وما تنسيهاش دي حاله عم ابراهيم، ده كان حاله هيباتيتس سي وحالته ديتيريوريتد وضاي وانا موجوده معاه. الحاله دي ما انساهاش ابدا لانها بالظبط زي حاله باباي. وربنا كرمه وطلع ولا؟ لا ربنا كرمه وتوفى. وقال الله. بقالك كام سنه في المستشفى هنا؟ 18. 18؟ طبعا مر عليكي حالات كتير. ايوه. حاجه كده تتذكريها؟ حاجه طالبه كانت سهرانه وكانت كنت في الدور الثالث ما كنتش هنا، وحالت برضو كيماوي وكانت قاعده معانا ومفيش دقيقتين البنت مره واحده قرست وتوفت. حالات الطوارئ لما بتخش لكم الاول من تحت من الطوارئ وبعد كده بتتحول عليكم فوق ولا؟ اه بتخش من الاستقبال الاول، بتعمل لها طبعا الاجراءات بتاعتها في الاستقبال، وبعد كده تطلع لي الدور، بيمر عليها الدكتور في الاستقبال يكتب لها علاجاتها وادويتها وبتطلع عندي انا الدور الاول بعدها. تنفيذ العلاج بيبقى مظبوط يعني بمواعيد؟ اه طبعا مواعيد، في شيت معين بنوزع فيه العلاج، كل حاجه بمواعيدها، بتتكتب بامضاءات، كل حاجه بميعاد، كل ما فيش حد بينفذ حاجه غير بالميعاد بتاعها ويمضيها الاول بينفذها. شكرا. ازيك عم سامي؟ الحمد لله والله. ايه الف سلام عليك، مالك؟ الله يسلمك. انا ايدي مكسوره وعايز اشرايح ومسامير، فانا جاي من هنا من يوم الاثنين. المفروض الحاجات دي بتبقى جاهزه موجوده في المستشفى هنا، انما الاجراءات بقى بتاخد اجراءات طويله، دي لسه يا عالم اعملها امتى؟
فالمفروض الشرايح والمسامير والحاجات دي تبقى موجوده رصيد هنا في الشركه في المستشفى. انت هي دي اصعب مشكله هنا تعتبر كده. انت موظف في الجامعه ولا؟ ايوه موظف في الجامعه. فين شغال؟ فين في الجامعه؟ في المدينه الجامعيه بمرغم. في مرغم. طب ما لو كده ممكن دكتور احمد يرد علينا في الموضوع ده، نشوف ايه التاخير سببه ايه، يمكن يكون في حاجه فنيه. هو المشكله ببساطه هو اخونا موظف في الجامعه، شقنا لما بيكون عنده اصابه عظم او حاجه، الاتفاق زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ده النوعيه الثانيه من الخدمه عندنا، اللي هي خدمه بموظفين اعضاء التدريس. المفترض ان احنا بنوفر له الشرايح والمسامير حسب اصابته من مخازن الهيئه العامه للتامين الصحي، التعاقد بيننا وبينهم كده. المخازن تقول لنا انا ما عنديش او مش متوفر، احنا بنضطر نشتري. بنشتري ازاي؟ لنا اجراءات قانونيه، صحيح بنشتري بالامر المباشر، لكن القانون بيحتم علينا احضار عروض اسعار. يعني ايه؟ بنخاطب 3-4-5 شركات المسجله في سجل الموردين والساده اللجان الفنيه الاطباء وخلافه، يقول والله ده المناسب لزميلنا، المناسب كذا، بناخد موافقه جهه الاختصاص على الشراء. دي اجراءات. نيجي لنقطه ثانيه، بعض الناس يقول لك طب متوفر في مخازنك، ده كلام زي الفل، ممكن فعلا نوفر في مخازننا، لكن ده اجراءاته برضك مناقصه عامه واحنا اوريدي شغالين فيها، بتخلص بسرعه جدا. نسبه اخواننا، نسبه الاصابات، الحوادث، الطريق والكسور عاليه جدا جدا جدا، ودي مشكله. انا ما اعرفش هل هي بقى حوادث عربيات، الناس ماشيه مش مركزه، سرحانه، سرعه العربيات، فالمخازن بتستهلك بمنتهى السرعه. برضك اجراءات المناقصات بتاخد وقت، اللجان كتيره جدا، وفي عضو مجلس دوله، في عضو وزاره ماليه، بنخلص اجراءاتنا. طب معلش انا عايز اسال حضرتك سؤال، المريض ذنبه ايه؟ المريض والله احنا الخدمه بتاعته منقسمه لجزئين، الجزء الاولاني جزء خاص بالتامين الصحي. لو التامين الصحي وهو شريك عظيم في هذه الخدمه يوفر المنتجات، بنعمل عمليه على طول. الجزء الثاني احنا كمستشفى، كاطباء، كغرف عمليات، كتمريض، كخدمه متوفره. هعيد في نقطه برضك مهمه قوي، في بعض الكسور الامر لا يحتمل تاجيل، دي فورا بنعملها، اللي هي الكسور اللي فيها خطوره على حياه المريض او الكسور التي ينتج عنها اعاقه، دي بنشتري مباشره من احد الشركات ونعمل حاجه اسمها الاجراء الذي تم. اما الكسور التي لا ان شاء الله ما يكونش فيها اي عواقب، ما يكونش فيها اي عاهات، ما يكونش فيها خطوره على حياه المريض، لازم نحضر عروض اسعار للمنتجات دي كلها. تمام يا عم سامي، ايه رايك في الكلام ده؟ هو ده اللي احنا ماشيين فيه الاجراءات دلوقتي. يعني انا من يوم الاثنين ولسه يا عالم هعملها الخميس او امتى؟ اعتقد يعني انا لسه الاجراءات خلاص يا استاذ سامي، وحضرتك جبت موافقه الاوردين، بس قال لي لسه في عروض ثانيه هتيجي الدكتور ولسه هنعرضها تاني. نعم بقول له هو العروض اللي بيتكلم عليها دكتور احمد. تمام. قول معلش يا اخوان، احنا بنشتغل برضك في دوله لها قوانين، لها لوائح، برضك احنا بامانه برضك، وممكن يعني الكلام ده يبقى ملامه، ساعات بنتخطى القوانين دي في حياه مصلحه مريض والجهات المختصه بتراعي الكلام ده، لكن برضك التخطي بيبقى له مبرر، حرصا على حياه مريض، حرصا على عدم وجود اعاقه بتاع، لكن موضوع لو اجراءات بنجيب عروض اسعار من الشركات المختلفه ونختار الاحسن فنيا والانسب ماليا، يبقى ده اجراء روتيني حكومي ما فيهوش ضرر يتم. كده زي ما قلت قبل كده، اخواننا اللي هم عندهم اصابات قد ينتج عنها عاهه، قد ينتج عنها خطوره حياه مريض، لا هي بنتخطى كل القوانين واللوائح وبنشتغل على طول. طيب نقدر ناخد من حضرتك ديدلاين لحاله عم سامي؟ اعتقد خلال اقل من اسبوع تكون العمليه اتعملت وان شاء الله تكون روحت. تمام ماشي عم سامي، اسبوع كده ان شاء الله الدكتور احمد وعد اهو. ماشي الكلام مش سامي، كل المرضى بتوعنا يعني. دكتور احمد احنا لفينا في اقسام المستشفى بصراحه حاجه فوق الرائعه والحاجات اللي شفناها النهارده، ولكن يتبقى سؤال اخير، بالنسبه للادويه والعلاجات، هل جميع الادويه متوفره هنا؟ برضك احنا 90% من الادويه، 90% من المستلزمات متوفره. بعض الادويه التخصصيه جدا زي ادويه الاورام، ادويه امراض الدم، بنجيبها على طول مع وجود مريض، لان دي ما بنقدرش نخزن منها في المخازن كميات كبيره قوي، لان المريض قد يجي قد ما يجيش مريض انديكيتد للدواء المعين ده، لان الادويه دي ما بترجعش وتاتمنها مئات الالوف من الجنيهات. تمام
في بعض الادويه ناقصه عندنا على طول. لايما انما لما يبقى في دواء ناقص مثلا بيتوفر بسرعه ولا برضه بياخد له وقت؟ لا الدواء، لا الدواء غير المستلزمات الطبيه زي مستلزمات اخونا هنا حاجات العظم، لا دي قصه تانية. الدواء في الغالب بيتوفر على طول. بعض الحاجات تانية بعض بعضك في عندنا سياسه تانية في المستشفى، لو بعض الادويه مش قادرين نوفرها من الشركات اللي هي الشركات الحكوميه او الشركات الاستثماريه، بيضطر المريض بيشتريها وبيقدم لنا فاتوره بالقيمه، بيسترد جزء كبير منها من القيمه بتاعتها. ده بالنسبه للموظفين اعضاء التدريس. بالنسبه للطلبه بيسترد كامل القيمه، لان الادويه قد تكون متوفره في الصيدليات بيخزنوا، لو عندهم درايه بالادويه اللي بتتخزن، ادويه اللي بتنتهي من السوق او الشركات بتنتجش منها كميات كبيره، الشركات نفسها تقول لك انا اسف ما عنديش المنتج، وبناخد مستند بهذا الامر او بهذا المعنى الشركه مش متوفر، فيضطر نجيبهم الصيدليات، والطالب بياخد كامل القيمه، موظف ادويه التدريس بياخد جزء من القيمه. دكتور احمد بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. اهلا بيك. متشكرين جدا على اللقاء. الله يحفظك. على وعد بيتجدد اللقاء ان شاء الله.